السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم غادي يكون خاص بمعرفة تاريخ مباراة توظيف الأساتذة وأطر الدعم التربوي دورة نوفمبر 2020. إذن هذه هي المذكرة المنظمة لمباراة التعليم، أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الخاصة بجهة الرباط سلا القنيطرة. إذن هنايا أول معطى هو أنه المباراة ستجرى يوم 25 نوفمبر 2020، هاد الشهر هذايا. إذن هنايا مجموعة من الشروط ديال الترشيح. إذن هنايا المترشح لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة إلى ما يعادل ذلك. بالنسبة للمترشح لمباراة توظيف ملحق الاقتصاد والإدارة أطر الأكاديمية سيكون عندهم شهادة الإجازة في التخصصات القانونية الاقتصادية والتدبيرية وما يعادل ذلك. بالنسبة للمترشح لمباراة توظيف الملحقين التربويين أطر الأكاديمية شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية وما يعادل ذلك. بالنسبة للملحقين الاجتماعيين الإجازة في الفلسفة وعلم النفس أو الإجازة في علم الاجتماع. بالنسبة لملف الترشيح فيه مجموعة من الوثائق. هنا إيداع ملفات الترشيح، إيداع ملفات الترشيح غادي يكون بين السبت 7 نوفمبر و السبت 21 نوفمبر 2020. دراسة ومراقبة ملفات الترشيح، هنا استدعاء المترشحون. خلاص بالنسبة للمترشحون هذا العام ما كاينش الانتقال الأولي، يعني كل شيء غادي يعيطولو، خصو يكون غير تسجل بطريقة صحيحة في الموقع. اختبارات الكتابية واستثناء هذه السنة ما كاينش علوم التربية، كاين فقط مواد التخصص وديداكتيك مواد التخصص. بالنسبة للتعليم الابتدائي كاين تخصص وديداكتيك المواد المدرسة بالتعليم الابتدائي، كاين اللغة العربية اللغة الفرنسية الرياضيات والعلوم، مدة 4 ساعات معامل 8. إذا هنا بالنسبة للابتدائي غادي تدوزو امتحان مسترسل فيه 4 ديال الساعات، غادي يكون اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم خاص بالمعارف والديداكتيك. بالنسبة لعلوم التربية ما كاينش. تخصص الأمازيغية فقط غدوزو في تخصص الأمازيغية وديداكتيك مادة اللغة الأمازيغية. بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه بالنسبة لجميع التخصصات غادي تدوزو فقط في المعارف وديداكتيك المادة، بالنسبة لعلوم التربية ما غدوزوش فيها. بالنسبة لملحقي أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، ملحق الاقتصاد والإدارة أطر الدعم الإداري، هنايا موضوع حول التدبير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي. بالنسبة للملحقون التربويون أطر الدعم التربوي، نفس الامتحان غالبا نفس الامتحان. بالنسبة للملحقون الاجتماعيون أطر الدعم الاجتماعي، موضوع حول تحليل ظاهرة نفسية واجتماعية، وهي اللي قلنا باش تفعليها خص يكون عندك الإجازة في الفلسفة وعلم النفس ولا الإجازة في علم الاجتماع. اختبارات الشفوية غادي يكونوا بالنسبة لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات غادي يكونوا مناقشة مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرة المترشح على ممارسة مهام التدريس مدتها 30 دقيقة ومعاملها 3. ملحق الاقتصاد والإدارة والمحقون التربوي والاجتماعيون، مناقشة مواضيع حول مهام واختصاصات الأطر الممتحن في شأنها، وتمنح للمترشح 15 دقيقة للتحضير للمقابلة الشفوية، 30 دقيقة والمعامل 2. خامسا، إعلان عن النتائج. إذا بالنسبة للإعلان عن النتائج عاد الوزارة غادي تزيد تفصل في هذه المسألة هذه. سادسا، التكوين التأهيلي. إذا كما تعرفوا بأن الناجحون سيخضعون إلى التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لمدة 8 أشهر، في كل شهر يتقاضى المعنيون 1400 درهم، إلى غير ذلك من النقاط. وهنا شبكة ديال توزيع أعداد الأساتذة وملحقو الاقتصاد في كل المديريات الإقليمية المنضوية تحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة. إذا خلاصة المذكرة هو أن المباراة ستجرى يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، تاريخ إيداع الملفات بين السبت 7 نوفمبر و21 نوفمبر 2020 عن طريق الموقع الخاص بالأكاديمية.
سيجتاز المترشحون في التعليم الثانوي امتحان واحد في مادة التخصص والديداكتيك. إذا نفس الشيء بالنسبة للتعليم الابتدائي، غادي يدوزوا في المواد اللي كيدرسوا في التعليم الابتدائي فقط هي والديداكتيك ديالها، ما كاينش علوم التربية. إذا استثناء هذا الموسم تم إلغاء امتحان علوم التربية. إذا أدعوكم لمتابعة دروس الرياضيات، معارف وديداكتيك، المادة الخاصة باستعداد لمباراة التعليم وخاصة بالسلك الابتدائي، على قناتي على اليوتيوب تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، أو صفحتي على الفيسبوك تربويات الأستاذ محمد البخاري. وشكرا لكم على المتابعة. في الأخير أتمنى لكم كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.